نتابع معكم مشاهدينا هذه على وقع هذه الصور من جسر الجمرات، ومن هناك ينضم معنا الزميل خالد الجبر مراسل القناة السعودية. خالد، كيف تصف الصورة حتى اللحظة لديك؟ نعم، شكرا زميلي. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. نحن هنا في هذه اللحظات الروحانية كما تشاهدون هذه الصورة الحية والمباشرة من منشأة الجمرات، اللهم لك الحمد ولك الشكر. هنا الحركة انسيابية مطمئنة، هناك تباعد جسدي كما رتبت له وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية في هذا الحج. هنا العديد من الحجاج يرمون الجمرات بكل يسر وسهولة. راح نتكلم عن تجهيزات هذه المنشأة مشاهدينا الكرام مع المهندس نبيل بن حامد الصبحي مساعد رئيس فريق التشغيل والصيانة. تفضل مهندس نبيل. في البداية خلينا نتحدث عن تجهيز هذه المنشأة العملاقة، ما شاء الله تبارك الله. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. احنا الحمد لله بفضل رب العالمين نعمل طوال السنة في المشروع ولصيانة جميع الأنظمة اللي موجودة في المشروع، والحمد لله استعدينا واستقبلنا ضيوف الرحمن في الدور الثالث بتجهيز جميع أنظمة التكييف، وتعمل على طوال المدة، وواضعين كمان فرق صيانة لا سمح الله لعمل لو يعني حصل اي عطل او شيء، موجودين فرق صيانه للاستعداد لصيانه المكيفات، وهي الان تعمل على مدى 24 ساعه. والحمد لله، وانظمه الحريق الان عندنا برضه مستعدين وتعمل على مدار الساعه. وضيوف الرحمن الان عند رمي الجمرات نستقبل رمي الحصى في البدروم، وايضا يوجد فرق صيانة للتفريغ وللتنظيف. طيب خلينا نتكلم وياك برضو مهندس نبيل، ليلة أمس كيف كانت خطة أمس بعد النجاح؟ الحمد لله، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل حكومتنا الرشيدة، يعني مستعدين، أتم الاستعداد، والحمد لله أمس كان يعني دخول الحجاج وخروجهم إلى الحرم الحمد لله كانت انسيابية، والحمد لله لا يوجد أي صعوبات أو عقوبات. الله يعطيك العافية وبارك فيك. شكرا. مشاهدي الكرام، كان معي المهندس نبيل الصبحي تحدث عن هذه المنشأة، عن تجهيز هذه المنشأة في التكييف الذي يعمل على مدار 24 ساعة. أيضا تحدث عن فريق متكامل من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في الاستعداد لأي عطل كان أبطال الهيئة موجودين. أيضا تحدث عن إذا كان هناك لا سمح الله حريق أو ما شابه، هناك فرق مستعدة. نتحدث أيضا عن وجود الدفاع المدني، قوات الأمن الخاصة، أبطال وزارة الصحة، أيضا جميع الجهات الأمنية بدون استثناء. حج آمن صحي، اللهم لك الحمد لك الشكر. الصورة هنا أبلغ من الكلام على حكومة، على جهود حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة دائمة من سمو سيدي ولي العهد. الصوت الصورة تفضلوا. شكرا لك زميل خالد الجبر من جسر الجمرات.